يوم الجمعة اللي فاتت كتب ملك الأردن على تويتر وقال إن الأردنيون هم على الدوام نبض الأمة، وما أظهروه اليوم من مشاعر جياشة تجاه القدس قضيتنا الأولى بتلاحم وتآخ لا مثيل لهما يعكس مقدار شموخ شعبنا ورقيه، وهو مصدر فخر لي ولكل عربي. حفظ الله الأردن وشعبه درعا وسندا لأمتنا وأبنائها. ولأن الدنيا اتغيرت وقاع العصر بقى أسرع فأسرع مما كنا نتوقع، جاء الرد سريعا على ملك الأردن من قناة آي 24 الصهيونية. نستطيع ملك الأردن يقول أمورا صعبة ووحشية عننا، ورح نفهم ندرس كيف نأخذ هذه الأقوال. يقول زي ما هو عايز، الكلام مش بفلوس، احنا عارفين ده بيبات معانا زي السيسي بالظبط. لم يتوقف الموضوع عند هذا الحد، فعادت القناة ذاتها وأكدت للمرة الثانية على التنسيق الكامل مع المربع العربي الشريف والمخلص. أعتقد أنه تعلمنا أن التصريحات الدول العربية هي دوما أمر ما تجاه الخارج ومختلفة إلى الداخل، تصريحات تصدر في الإعلام وتصريحات تصدر في المحادثات المغلقة. كل العالم بيبصلنا على أننا هوا غثاء سيل ما نسواش أي حاجة، حكام بيضحكوا علينا على نفس المنوال وبأسرع مما نتخيل أو نتوقع. انبرى المتصهيونون العرب يمهدوا للقادم الأسوأ ويعلنوا استسلامهم سريعا دون قيد أو شرط. احنا افترضنا أنه قرار ترامب حيكون يعني له جانب إيجابي، هو التسريع لحل القضية الفلسطينية. أنا ليا رأي في قرار ترامب ده، وكل واحد له رأيه، إيجابياته كتير جدا وما تستغربوش. الولايات المتحدة أعلنت القدس ولم تشير إلى أي قدس، لأن هناك يوجد قدسين، وهذا اللي تم التوقيع عليه حتى في اتفاق أوسلو. اعتراف ترامب بالقدس كعاصمة لإسرائيل هذا قرار سيادي أمريكي ليس لنا علاقة به. هو ما لناش دعوة بيها، احنا خلينا في الرياض. لكن واضح ان المتصهينون العرب عندهم مشكلة عايزين يتخلصوا منها بسرعة، يا ترى ايه؟ الإعلام الموتور الذي تدعمه قطر وجماعة الإخوان المسلمين، فهذا الحقيقة يعني جزء من حملة كبيرة تدار على المملكة العربية السعودية، المملكة أقوى منها وأصلب. ده أصبح حلنا، الكل يبحث عن مخرج من قرار ترامب اللي عرى الأنظمة العربية اللي هللت له ورقصت له ودفعت له وعملت كل حاجة من أجل رضاه. الكل بيقول الآن متى ستعبر هذه الأيام حتى ينسى الناس موضوع القدس ويقولوا احنا مالنا ومال القدس. الكل بيراهن على انكم تيأسوا بسرعة ونفسكم قصير. خلينا في حالنا، الشعار عايزينه يبقى كده، القدس الآن عرة الجميع. تخيل كل ده حصل قبل 24 ساعة من القمة الإسلامية الخاصة بالقدس اللي هتنعقد بكرة. تخيل بعد تمثيلية وزراء الخارجية العرب والقرارات الهمبكة والقمة العاجلة اللي هتعقد بعد شهر، تخيل بعد كل ده بالعكس هيروحوا بكرة يمثلوا الحزن تاني ويضحكوا علينا تاني في القمة الإسلامية زي ما بيمثلوا علينا ويخونوا في الغرف المظلمة منذ أكثر من نصف قرن. كل اللي اتغير بس إنه لم يعد من سر يحفظ في غرفة مغلقة. الكاتب الكبير محمد المغوط كان كتب لدريد لحام أيام ما كان دريد لحام في شقائق النعمان جملة رائعة. قال له، كان بيكلم واحدة فبيقول لها: الماضي انكتب والحاضر هلا راح ينكتب، لكن المستقبل صفحة بيضاء قدامنا. قالت له: بس احنا ما بنعرف نكتب. قال لها: بدنا نكتب وبرجلنا، بدنا نكتب وبرجلنا. القدس قضية كل العرب، ومن سيتخاذل اليوم لن يسامحه التاريخ ولن يذكره التاريخ إلا وقلادة الخيانة معلقة في رقبته. الله غالب.